يلا دغري خذوا ما تخافوا. هدي الشنطة خذي مطرحها. So there's now been soldiers who have been deployed along the border just to keep an eye on things, and they're all carrying AK-47s. There's tracks everywhere where people have been stamping down the stalks and on their way out. There's people's clothes, belongings and rubbish as if they've left in a hurry. There's a hole in the fence that's been repaired now, and these families, about 30 of them, are going to try and cut through the wire again and run past, but the police keep patrolling up and down. هدي الشنطة خذي مطرحها. خذي مطرحها. خذي الشاكين. اسحبي الولد معي. تعال حبيبي. يلا دغري خذوا ما تخافوا. ما تخافوا خذوا دغري. سقي معلش. سقي. امي امي ارجعي لورا وانزلي على الارض وخليكي زاحفة. خليكي زاحفة امي ما تخافي. يلا اطلعي اطلع. مام هون مام. ماذر ماذر هون ماذر تعال هون ماذر تشيلندر ماذر بليز سكس بيبي ماذر تعال هون يلا يلا بليز يلا روحوا ما تخافوا بابا فادر فادر بليز فادر فادر تشيلندرن فادر تشيلندرن خلونا نمشي الاب مع اولاده لحد يصيح يا شباب يا شباب الصوت العالي فرنا معاهم ان يو سبيك انجلش تمام براذر بليز مو ماذر فادر فاميلي اوكي 1 كيلومتر اي اندرستاند نو بروبلم نو بروبلم بات ذيس از ذا بوردر نو بروبلم نو بروبلم نو بروبلم 1 كيلومتر They can meet. You can meet their your child. I understand. Okay. Thank you. Father, family, please. There are father, family, please. My brother, please. I understand. They will not. I can tell you. تمام ثانك يو ثانك يو ثانك يو تمام ثانك يو جو ثانك يو تمام ثانك يو هنغاريا ثانك يو ثانك يو ثانك يو كان يو تيل ذم تمام tonight the Hungarian authority are going to be closing the last opening on these tracks at the Hungarian border. People are going to be rushing to get there in time before it closes. يعني من ألمانيا خبرونا جماعتنا أن اليوم آخر يوم بعدين بيسكروا الحدود نهائيا. زين شو ناس قليل بالطريق؟ لا يعني ما في كميات كبيرة بس نحن لحق قالوا لسه في ناس المهم رجعة ما في. زين تصور اليوم أن يسدون الحدود يعني بالليل راح تصير مشاكل؟ الله أعلم ما بنعرف نحن بس المهم نحن بدنا نوصل عم يفوتوا على الحدود يعني هاربين من الموت بدهم يفوتون طبعا بس بصمه ما بنرجع له بشار الاسد شردنا الله يشرده ان شاء الله بيصير باولاده مثل ما صاب بينا نشكي له الله ولا احنا ما بدنا نشرد بلادنا غنيه الحمد لله بس الله نشكي له الله بشار اشكي له الله Jag märker att de ser att de kommer att ge en kirin som har vi går
We've just arrived at the Hungarian border and there's a load of police. باب الرئيسي بس يا باب الرئيسي هناك 2 كيلومتر باب الرئيسي على الاوتوستراد يعني نفس الطريق يوديهم للكامباتي وبصمهم لا هناك الباصات عم بيستنوني يروحوا على بودابشت يا على محطة القطار اللي برسم We're now walking along the fence to the legal crossing. This is the instruction that everyone's been given. And they're apparently going to be registered there. There are people shouting out instructions for what they should do. And there's word that at 6:30 they're going to be closing the borders completely. This could be the last group of refugees who will be crossing Hungary's border tonight. هاي معاملة إنسانية هاي معاملة فيها العالم هاي معاملة هاي بشر هيك بتوقف قدامه وين جايين؟ شو اللي صار لكم بالطريق؟ يوم الجمعة طلعنا من تركيا دايركت يعني مباشرة ليش طلعتوا من سوريا؟ بتحكوا شوية حياتكم؟ طلعنا من سوريا شاركنا بالثورة السورية احنا مع الثورة السورية يعني ثورة إنسانية بس للأسف هي الدول هي دمرتها دعمهم لسياستهم تحرير الطوائف على بعضهم يعني نحن كان عندنا بيتين راحوا من الصواريخ أنا أبي من صاروخ هاي نزل صاروخ بينه وبين صاروخ فطنة يعني الله من فوق الحمد لله رب العالمين متى ما تصاروخ ما تسألوني سؤال بصمة ما في بصمة Some of the people I've spoken to, as soon as they heard the news that Hungary's closing its borders, they literally rushed over here. They have been walking miles and haven't stopped to sleep, haven't stopped to rest, and have managed to make it within 3 days.